ورجعنا لكم تاني وفقرتنا النهارده مهمه جدا جدا للبنات والسيدات. النهارده هنتكلم عن الرموش، هنعرف اشكال الرموش المختلفه، هنعرف نختار الرموش ازاي، هنعرف ازاي كمان نلزقها بصمغه سليمه او لازقه على العين. لان دلوقتي انا شايفه ان الرموش مش بقت بس في المناسبات، لكن بقت على الصبح بنات بتحط رموش. ضيفتي النهارده هي خبيره الميك اب نسمه صلاح. مساء الخير يا نسمه. ومعانا امل. مساء الخير يا امل. نسمه، الرموش، الرموش بتضيف ايه للعين يا نسمه؟ هي بتبين جمال العين، هي بتضيف كل حاجه. كل حاجه من الاخر كده. ممكن اكتفي بالرموش انها تديني لوك مختلف. ده حقيقي. تماما ده حقيقي. طب ايه اخبار الرموش؟ يعني اوكي، زمان الرموش احنا خارجين رايحين فرح بنعمل فوتو سيشن عندنا، لكن دلوقتي بقى على الصبح. دي حقيقه، ده على الصبح. طيب احنا اكيد هنتكلم على الرموش المختلفه وهنشوف اشكالها. طب هل نقدر نقول دلوقتي انت كخبيره ميك اب في رموش صباحيه ورموش مسائيه، ولا ايه النظام؟ اكيد يعني؟ طبعا. يعني كل ما كنا الصبح لو احنا مضطرين نحط رموش يكون طبعا الافضل انها تكون خفيفه او سامبل مايله اكتر للطبيعه، علشان ما تديش شكل اوفر انه الصبح ستيل الناس رايحه شغل، رايحه دراسه، ايا كان، مش للسهر. فاي حاجه اوفر الصبح بيبقى منظرها طبعا. طيب خلينا نتعرف كده على ازاي نختار الرموش. احنا عندنا مجموعه من الرموش، لو الكاميرا تقرب عليها وتدلنا تيبس كده سريعه، دي تنفع عيوني ايه، وبعد كده اكيد هنشوفها على امل. تمام. انا عندي بالنسبه للعيون عندي اشكال كتير للعيون، من ضمنها المبطنه. مبطنه بيكون تقريبا الجفن مش ظاهر خالص. في الحاله دي بحب اختار رموش تكون ثقيله وطويله السنه عشان تديني وسع للعين. زي ايه؟ زي دي مثلا. يعني دي لو كاميرا تقرب، دي لو العيون مبطنه، يعني الجفن المتحرك مش باين. بالظبط بالظبط. علشان تديني وسع للعين. أوكي. شويه. لو واحده عينيها واسعه زي عيون امل كده بيليق معاها كل اشكال الرموش. كل اشكال الرموش، اي نوع. أوكي. بتبقى معاها حلو قوي. لو عندي بنت عينيها نايمه شويه او بيسموها العيون النعسانه شويه، في الحاله دي لازم استخدم رموش تكون مسحوبه علشان تسحب. زي ايه؟ ناس مش عارفه شكل دي مثلا. زي دي لو نقدر نقرب الكاميرا من دي، لو الناس الجروب يعني العيون بتبقى نايمه شويه. بالظبط، نايمه شويه. دي بتكون افضل شكل للرموش. اوكي. بتفتح حالي شويه علشان. أوكي. بتكون من جوه قصيره ومن بره طويله. طب لو عيون صغيرين زي حط ايه؟ ممكن نحط رموش نفس الشكل ده بس بقصرها شويه. زي دي يعني لو عيون صغيره ممكن دي، ممكن نشوف دي. أوكي. بنقصرها على قد شكل العين بالظبط علشان تدي وسع شويه للعين. كل ما كانت الرموش طويله وخارجه بره العين تقفل لي العين اكتر. تقفل العين. لازم الرم. طيب سؤال مهم قوي او نقطه مهمه قوي اللي انت قلتيه، يعني الرمش لازم يبدا منين وينتهي فين عند العين؟ يبدا من اول بعد ما اعدي الجزء الداخلي بتاع العين، من اول بدايه الرموش الطبيعيه. ممكن تورينا عليها يعني؟ ممكن من اول بدايه الرموش الطبيعيه بتاعتها لحد اخر رمش. لكن ما اسحبهاش على بره. لا طبعا. ده اكتر حاجه غلط. دي بتخلي العين تسقط. مش بالظبط، بتدي شكل مش طبيعي. مش طبيعي، ده حقيقي، ده حقيقي. طيب احنا عايزين نعمل او نحط امل. هتختاري لها، انت بتقولي بتليق عليها كل حاجه. تمام. هي عشان عيون امل واسعه بتليق عليها كل حاجه. بس انا عندي عين هنا شويه جفنها واسع. العين دي نايمه او جفنها مقفول شويه. ممكن نصلح ده بالرموش. طبعا. بصوا يا جماعه، لان كلنا على فكره عندنا المشكله دي، بس النسب بتختلف. ففي ناس بتبقى باينه قوي زي عند امل، لو تبصوا هنا هتلاقوا الجفن هنا اصغر من الرموش. فعلا ممكن تساعد في حاجه زي كده. دي حقيقة. انا ممكن اجرب على الجفن المقفول شويه. طب سؤال، قبل ما بتحطي الرموش، هل ان احنا لازم بنقيس؟ يعني اعرفي الناس، لان في ناس ما بتعرفش. طبعا. بنقيس المسافه الاول. طبعا. انا باخد الرموش بتاعتي وبحاول اتست على العين كده اهو. كده بالظبط. دي مسافه كويسه. فتحي. اوكي ماشي. تمام. انا ممكن اقصرها سنه وممكن اسيبها كده، لان طولها بالنسبه لي مش الاوفر اللي انا سايباه. اوكي. طيب بعد كده
هل لازم نحط ماسكارا على الرموش الطبيعيه؟ المفروض ان انا لما باجي اركب رموش احط ماسكارا الاول على رموشي وبعد كده احط على الرموش الصناعيه اللي انا هركبها، علشان لو حبيت استخدمها مره تانية علشان يبقى شكلها طبيعي. وبعد ما بخلص بلزق الرموش بماسكارا خفيف قوي على الاطراف، احاول اخلي الرموش الطبيعيه مع الصناعيه على خفيف قوي. لا دي واحده، انا هحط ماسكارا هلزق الرمش، هعمل بالماسكارا على رموشي على رموشي وعلى رموش صناعيه. ممكن ما اعملش لو مش عايزه، ممكن ما اعملش لو مش باين فرق ما بين الرموش الطبيعيه والرموش الصناعيه. نبدا نلزق بقى كده. اوكي، هنحط الصمغه فين بالظبط؟ بحط الرموش بحط الصمغه بالظبط على الخط بتاع الرموش. طبعا لازم صمغه كويسه طبعا. طب احنا معانا اتصال من مين؟ شيماء. معانا شيماء، مساء الخير يا شيماء. مساء الخير يا مدام امينه. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي. بعد اذنك كنت عايزه اسال على حاجه. اتفضلي. دلوقتي انا كنت مخطوبه، انا مخطوبه تمام. جيت في خطوبتي الميك اب ارتست حطت لي رموش واسعه مش ضيقه زي اللي هي بتتركب دلوقتي، واسعه وطويله قوي، كان شكلها سخيف جدا. انا عينيا صغيره ماشي وخدودي مليانه. اوكي. تمام؟ فأنا فرحي قرب دلوقتي، أنا عايزة أعرف، لأن أنا طبعًا ساعتها ما كنتش أفهم في الرموش دي خالص. عايزة أعرف أنا إيه بقى بناءً على إيه؟ طب أنت عيونك صغيرة زي كده؟ لا أصغر. أصغر. شوفي قولي يابانية، اللي هي الناس اللي زي اليابانيين كده. طب سؤال، هل عندك جفنك باين ولا مش باين جفنك؟ إيه لا، جفني مش باين. مش باين، يعني عينين صغيرة وجفنك مش باين. أوكي. فعايزة حاجة توسع عينيا شوية، عشان أنا كمان ليا خدود. فخدودي كبيرة مش فاهمة. فانت حصل اللي هو فهمت المنظر اللي حصل. طيب هنجاوب عليكي حالا. اوكي. تختار ايه؟ انا بفضل اكتر حاجة للرموش الصغيرة بالوصف اللي هي وصفته للعيون الصغيرة. للعيون الصغيرة. ان انا اركب لها الوان باي وان. عشان هي كان عندها خدود. عندها خدود وعينيها ضيقة جدا. فانه الوان بيس دي هتبقى صعبة عليها. مهما جبنا الدرجة صغيرة ستيل هتبقى كبيرة على عينيها. انت عارفة هي كلامها مظبوط جدا، وانت كمان وقتها عارفة وبيبقى فيه، بس هي مش جايباها من النهاردة، اللي هو بيبقى واحدة واحدة واحدة، ودي كمان هتخليكي تبقي مع الميك اب ارتس وهي بتحط لك ان هت يعني هتحط لك واحدة 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 واحدة، وبعدك انت ممكن تقولي لا كفاية، لا زوديلي وهكذا. بالظبط. احنا بنحطها فين بالظبط بقى؟ بالظبط على اللاش لاين بتاعنا. على اللاش لاين. اوكي. معنا اتصال من ايه. مساء الخير يا ايه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذه امينه؟ الحمد لله كويسه. معلش يا فندم، بس انا كنت عايزه اسال، انا قبل كده كنت في فرح، ايه الرموش اللي ممكن تقعد 3 ايام؟ يعني في ناس بتركبها حوالي اسبوع كمان. الرموش اللي الرموش الشبه دايمه قصدك؟ حاضر هجاوب عليكي. ايه الماده اللي انا ممكن الزقها بيها؟ يعني انا بجيبها والاقي ثاني يوم على طول فكت مني على طول. لا هي دي ما بتتجابش عامه، وانا كنت في لا دي واحده، الرموش الشبه دايمه دي ما بتتجابش في البيت. ما بتتجابش. انت سؤالك عايزه تسالي عن رموش الشبه دايمه ايه؟ لا بركبها في الكوافير. كوافير؟ طيب هنجاوب عليكي حالا. شكرا. معلش يا استاذه، بس انا كنت عايزه اسالك على حضرتك على حاجه. قولي. انا بيطلع لي شعر تقيل قوي في الدقن كده هوت، فايه يعني اسلم طريقه ان انا اشيلها بيها؟ الشمع او الفتله؟ معلش انا سوري. معلش. لا لا لا، ولا يهمك ولا يهمك خالص، هنجاوب عليكي حالا. رموش الشبه دايمه. تمام. بصي احنا عندنا رموش دايمه اللي هي بتقعد ماكسيموم 10 ايام، وفي رموش اللي بتقعد فترات اطول بتكون من 6 ل 8 شهور. اللي بتقعد 10 ايام دي بتكون حلوه قوي لو حد رايح عنده كذا مناسبه في كذا يوم ورا بعض، او بنوته لسه متجوزه جديد في الهانيمون، تدي شكل حلو قوي للعين من غير ما احتاج ان انا احط ميك اب يوميا، لانه هي شكل الرموش لوحدها بيدي احساس حلو للعين. ايوه. دي بتتركب في البيت؟ لا طبعا ما بتركبش في البيت. لازم حد يكون متخصص يركبها. بيكون ليها نوع مختلف من الجلو اللي بيخليها تقعد فتره اطول. اوكي. ولازم تتركب طبعا عند حد بروفيشنال، مش هي تركبها لنفسها. اوكي. نشوف. انا اجاوب عليكي بقى سؤالي انا في فقره الاسئله والاجوبه عشان ما نضيعش وقت الفقره. اوكي.
طب انا عايزاكي نفسي تركبي لها يعني نفس الرمش، انت عايزه تركبي رمش مختلف؟ انا عايزه احط لها واحد مختلف شويه. طيب ركبي واحد مختلف. طب انا بس كنت عايزه اعرف ازاي نقدر نظبط لو في عين ساقطه عن عين، يعني نعمل ايه؟ هل نرفع الرمش شويه ننزله من اخر العين؟ من اخر العين نرفعه. لو الجفن عندي نازل شويه في اخر العين برفع الرموش سنه لفوق فتدي للعين رفعه رفع. فيبان ان العين عاليه. اوكي بس هي يا بختي عيونها تنفع مع اي حاجه. غمضي يا كوكي. طب قولي لي حاجه دلوقتي، في رموش صناعيه في رموش طبيعيه، اللي انت بتستخدميها دي صناعيه ولا طبيعيه؟ طبيعيه طبعا. طبيعيه، ايه اللي بيفرق؟ بصي هي بتفرق في حاجات كتير، اول حاجه في اللمعه. اوكي. الرموش البلاستيك بتبقى لامعه بطريقه غريبه. الاثنين حلوين عليها بس انا عجباني دي اكتر، دي شكلها طبيعي اكتر. اوكي. الرموش الصناعيه بتبقى بتلمع قوي، بتبقى مضره جدا للعين. لكن الطبيعيه بتكون اخف على العين. اخف. طب ولما عايزه تركبهم عايزين نشوف شكل تاني ليها، نشوف شكل تاني او كملي لها اللوك طبعا عشان يبقى شكلها حلو. اوكي كملي لها. طب قولي لي حاجه دلوقتي، لما نيجي نزيل الرموش نزيلها عادي خالص كده ننضفها، قولي لنا ازاي نعتني بيها؟ يفضل عشان اشيل الرموش من غير ما اثر على رموشي الطبيعيه ان انا اشيلها بمزيل الميك اب او مزيل الرموش. اوكي تمام. ان انا بس كده هبوظها. لا احنا عايزين نستخدمها تاني، يعني دي حرام مثلا دي لما انا باجي اشيل دي واجي انضفها المفروض ان انا بنضفها بمزيل ميك اب علشان اشيل كل الجلو اللي انا حطيته. انا قصدك اني انا شيلتها وبعد كده انضف الرمش ذات نفسه. اوكي بالزبط. اوكي لكن بالنسبه للرموش عندنا هنا انا حاطه لها رموش طبيعيه علشان تدي لوك طبيعي اكتر. من قريب او من بعيد انت حاسه ان اللوك ناتشرال، مش حاسه انها حاطه رموش غير لما بتحط رموش صناعيه. طب تكملي لنا اللوك علشان يبقى تعرف تروح. طيب انا عايزه اوريكي الاول اللوك تاني، الرموش اللي ما تلقش مع العين بتاعتها. أوكي. انه هي عينيها واسعه شويه. فتحي رموش زي دي بتوسع العين قوي، تنفع بالليل. أوكي. مستحيل نحطها الصبح. أوكي. لانها تقيله، واضح قوي ان انا مركبه رموش. فنو واي ان انا انزل بالمنظر ده الصبح. الصبح. اوكي لا هو لازم دلوقتي يكتبوا على الرموش رموش صباحا، صباحا لان بجد خلاص البنات انا ما بشوفش بنت دلوقتي مش حاطه رموش دي خلاص. حقيقه. طب وعايزينك تكلمينا برضو على اهميه ان الجلو يبقى كويس واضرار الجلو السيء. بصي هو الجلو السيء اول حاجه بيعملها ان وانا بشيل الرموش هو بيقطع لي الرموش الطبيعيه كمان. بس واحنا مش بنلزقها على رموشنا، بنلزقها على رموشنا ولا غصب عننا بيجي عليها؟ غصب عننا. لانه المفروض ان انا لما اجي الزق الرموش، انا حطيت الجلو دلوقتي المفروض استنى لما يبقى ستاكي شويه. في بنات بتبقى مستعجله ممكن تحطه وهو كده فيجي على رموشها الاصلي. تيجي وهي بتشدها تطلع الرموش معايا. لكن هل الرموش بتضر رموش ولا زي الميك اب ان جنرال هو في ضرر على البشره؟ هو ان جنرال في ضرر. اوكي. والرموش الدايمه اللي بتقعد من 6 ل 8 شهور انا بحسها فيها ضرر. طبعا طبعا طبعا. انه بتاثر بتضعف الرمش نفسه الطبيعي. طبعا. ممكن تعمل التهابات في العين. طب قولي لي حاجه، هل لازم عشان انا حطيت رموش ان انا لازم احط اي لاينر؟ هو مش لازم احط اي لاينر، بس الحاجه الوحيده اللي لازم ان انا اعمل خط بلاك خفيف قوي على اللاش لاين عشان ما يبينليش في فرق ما بين الرموش بتاعتها والرموش المتركبه. يعني كتحديد يعني كتحديد بس مش اكتر. بصوا يا جماعه بقى بتركب فين، عشان اوقات كتير الناس بتركب غلط، العين بتنزل بتسقط مش بايه؟ على اللاش لاين ذات نفسه. على الخط بتاع الرموش بالظبط. طب ايه اكتر خطا انت بتشوفيه البنات بتعملها في الرموش غير انهم بيحطوا طبعا رموش فظيعه على الصبح، ايه تاني الاخطاء في الرموش؟ ان هم في بنات بتستسهل انها تجيب الرموش البلاستيك عشان بتكون ارخص. تدي لوك فيك قوي في الاخر. طبعا غير كده في اخطاء تانيه بتشوفيها زي اللي انا عملته. في ناس بتركب رمشين على بعض، ده اوكي بتحطي تو لايرز لما بيكونوا خفاف، ده اوكي ولا لا؟ طبعا ما فيش مشكلة طالما مساحة العين مدياني
المساحة ان انا احط رمشين فوق بعض. طب عيون زيها ما ينفعش معاها الوان باي وان خالص او ما ينفع معاها؟ طبعا طبعا. طب ايه انت بتفضلي ده اكتر ولا الوان باي وان؟ الوان باي وان بحبها اكتر مع البنات اللي عينيها ضيقه ضيقه، لان بتديني لوك ناتشرال، بتقل لي رموشها بالطريقه اللي مخلياني حساها طبيعيه، وفي نفس الوقت مدياني تقل كويس، ومش حاسه انها اوفر او مش حاسه ان عينيها صغرت بالرموش اللي هي بتكون بيس واحده. عموما بجد مشكورك جدا، نورتيني يا بنات. اهو دي طريقه تركيب الرموش، لازم قبل ما نركب اي حاجه بس نجيب الرموش اللي لايقه معانا. وبصراحه يا نسمه هو صعب شويه ان احنا نعرف ايه الرمش اللي بيناسبني. امل بجد بشكرك جدا، رموش تجنن عليكي بجد. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.